ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة، رئيس أساقفة بترا وفلدلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، الاجتماع الشهري لكهنة الأبرشية، وقد تطرق الاجتماع لعدة قضايا روحية ورعوية وقانونية، وتحدث سيادته عن البيان الختمي لسنودس الأساقفة لأجل الشباب الذي عقد مؤخراً في روما، مركزاً حديثه على الشباب ودورهم الفاعل في خدمة الكنيسة، كما تطرق الآباء الكهنة لمستجدات العمل الرعوي لديهم. كل في رعيته أو في وظيفته الكنسية الإدارية وقد أصدر المطران جبارة تعميما أبرشيا للكهنة حول أهمية استكمال كافة الأوراق الرسمية المطلوبة لعقد سر زواج صحيح قانونيا وفي الختام وعلى مائدة المحبة تبادل الأسقف مع إخوته الكهنة أطراف الحديث في جلسة ودية أخوية